السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عزيزي عبد العزيز، والشكر موصول ايضا لضيفيك العزيزين ولكل المشاهدين المحترمين اينما كانوا. مرحبا، اهلا وسهلا. ملعب الجنوب مشاهدينا الافاضل، والمباراة الربع النهائية الثالثة في هذه البطولة في كأس العرب فيفا 2021، واحدة من اجمل ان لم تكن اجمل البطولات لحد الان، او بالاحرى خلوني نقول بالمطلق واحدة من اجمل المسابقات الرياضية التي عشناها في العشرين والثلاثين سنة الماضية، بفضل هذه المرافق وهذا الحضور الجماهيري وهذا التنظيم الرائع وهذا المستوى العالي لمنتخبات قيل عنها بانها منتخبات ثانية ورديفة ومنتخبات اللاعبين المحليين، ولكنهم يقدمون أطباقا رائعة ومتميزة لحد الآن. هذا هو منتخب الأردن النشام الذين سيتحدون عناصر المنتخب المصري المرشحة للفوز بهذه المباراة، مع يزيد أبو ليلى في الحراسة. أحسن ضربة الانطلاقة وضعت جماهير مصرية وأردنية، مباراة لأن التوقعات تشير إلى أنه سيبقى الكرة البعيدة بعيدة عن يزيد عماد، والحكم في صفر خطأ. عمر كمال يلحق عليها، يحاول يمر، لم يتمكن. هاي الكرة من زيزو، زيد أبو ليلى يتمكن من هذه الكرة، التمريرة كانت رائعة من زيزو. من هنالك مصطفى، كرة خطيرة مصطفى، الله أنصيف يبعد عن محمد شرارة، تدخل والحكم يشير إلى كرة أردنية. من هنالك الحكم على فكرة كمال الكرة، ويعطي فيدخل ويخرجها الحكم، يقول باللاعبين الأردنيين في بداية هذه المباراة كرك ركنية يا سيدي الحكم. لا، قال ضربة مرمى، الحكم أفضل مني في الزاوية. محمود، محمود الجديدة، الجديدة القوية، وأو الكرة من هنالك على الجهة اليسرى، أحمد فتوح ضيعها، الحكم يقول خطأ لصالح عناصر المنتخب المصري. من هنالك في الخط الخلفي، الكرة صعبة، يا سيدي ويصيب جول ولا اروع. الجزيدة، اوه من زيزو، وزيزو تفوق بهذه الكرة، لعبها في الوسط وخطأ، يصفر الحكم، رجع وصفر لصالح المنتخب المصري. 18 دقيقة لعب لحد الآن، مراوغة رائعة، التوديعة خطيرة، مصطفى فتحي يفوت على مصر فرصة تعديل النتيجة مباشرة بعد الهدف الأول. على جهة اليمنى محاولة المرور البحث عن شرارة، تلعب في العمق، انه يو 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 في خطأ، في خطأ لمنتخب مصر، يقول الخط كان ثانية، حاول يمر، ما زال في خطأ، نعم، يصفر الحكم لسيد أحمد زيزو ولصالح المنتخب المصري. من هنالك ركنية أخرى، أوبا أوبا، رائعة رائعة الكرة هذه من هنالك عن طريق مصطفى، التسديدة التسديدة التسديدة، أوبا 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 أوبا. أحمد الشناوي ينقذ مصر، يا لها من لعبة ويا لها من كرة، شوف العناد وشوف الجهة اليمنى، البحث عن زيزو، الكرة مرفوعة خطيرة، والدفاع زيزو، لا لا، أحمد فتوح يدخل، أحمد فتوح التسديدة، لا لا، رائعة من أحمد ورائعة من يزيد أبو ليلى، يتمكن من هذه الكرة، حصل فيها عليها عمر كمال على ركلة جزاء، كرة بعيدة، فتو من هنالك اللاعب مستعد، الكرة صعبة، يا زين، با 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 جول، يا سلام عليك يا زين، عماد يحطها في الجول، عماد يفتح مجال التسجيل، كرة ثانية كافية، استلم داخل منطقة العمليات، ويزين جول ولا أروع يا كيروش، الأردن جول، مصر صفر، يا له من روعة ويا له من هدف، يزين عماد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل لمنتخب النشامة، يا سلام على اللعبة، كرة واحدة كانت كافية، الهربة من علي علوان، مرر ليزين، استلمها داخل منطقة العمليات، فتح لنفسه الطريق، أولو لا لا. أولو لا.
الله يا محمد يا شناوي، يا له من جول، يا له من جول، ويا لها من شرارة يا شرارة. نعم أطلقوا الشرارة عناصر منتخب الأردن بهكذا جول وبهكذا اللعبة في الدقيقة 13، لعبة ولا أروع. وجول الكرة البعيدة العالية والراسية، جول بابا بابا بابا، جول الراسية وجول، يا سلام. الهدف التعادل للمصريين، تمريرة ولا أروع وراسية ولا أروع، يا سلام. 1-1 صارت النتيجة، جول غير متوقع. أي نعم، لأن اللاعبين الأردنيين كانوا في أماكنهم، ولكن خرج مروان حمدي ارتقى بروعة وسجل. 1-1 صارت النتيجة، هو مروان الذي سجل، لأنه في الارتقاء الأول كان حسين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.